طبعا بعد استلام الزعيم الجديد لتنظيم الدولة المولى أبو إبراهيم صار في تكتيك جديد لتنظيم الدولة في البادية وكسرت العمليات ضد جيش النظام والميليشيات الإيرانية وجيش الاحتلال الروسي على طريق تدمر دير الزور طريق أسريا الطبقة وأيضا مناطق واسعة من البادية في الشهر 11 والشهر 12 تم تسجيل عدة عمليات نوعية عبر استهداف مبيتات أو باصات نقل العسكري والسيارات وصهاريج النقل النفط وأيضا الضباط وكمائن استهدفت المشاة في بادية تدمر بادية السخنة بادية الطبقة بادية دير الزور. طبعا عمليات التمشيط من قبل الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية والنظام لم تتوقف منذ شهر 12/2020 رصدنا مؤخرا خروج أرتال أو سحب أرتال كثيرة من ريف حلب وريف إدلب وريف حماة باتجاه البادية وخاصة تمركزهم على منطقة حساسة جدا معروفة بكثرة الاشتباكات وتعرضها للهجمات من تنظيم الدولة هي منطقة الطبقة منطقة الرصافة أو منطقة الرصافة جنوب الطبقة إلى بئر أبو علاج إلى بئر أبو نبطال إلى منطقة أسريا حتى الرهجان. طبعا بالشهر الأول تمدد تنظيم الدولة إلى منطقة الرهجان وصل إلى حدود آثار أندرين في أقصى ريف حماة الشمالي الشرقي مع الحدود الإدارية لحلب وإدلب. دارت اشتباكات عنيفة بالشهر الأول والنظام مع أسياده عادوا السيطرة على تلك المناطق ولكن أن التنظيم يعتمد على هجمات مباغتة عبر مجموعات تتسلل تتقدم وتضرب الأهداف. طبعا جميع إخواننا المراصد معنا في الرصد وعم يشاهدوا وعم يرصدوا معنا كيف طيران الاحتلال الروسي كل 25 دقيقة إلى 30 دقيقة عم يسجل إقلاع حربي من مطار حميمين باتجاه البادية ويتم تنفيذ ضربات جوية عنيفة على مواقع اللي عم ينطلق منها التنظيم. يعني عندنا منطقة بشري هي منطقة جبال وعرة تقع جنوب غرب مدينة دير الزور تقريبا 60 كيلومتر أو 50 كيلومتر على الحدود الإدارية مع الرقة. منطقة وعرة جدا جبال ترتفع 800 إلى 900 متر عن سطح البحر فيها مغر كهوف عميقة قديمة يستخدمها التنظيم لحماية نفسه من الهجمات ومنها أيضا ينطلق باتجاه مناطق أتشولا الكباجب على طريق دير الزور السخنة باتجاه تدمر ويتم ضرب أهداف لجيش النظام لجيش الروسي لميليشيات إيران. طبعا نفس المنطقة في لها تمدد باتجاه جبال تدمر الشمالية الغربية منطقة معروفة هي جبال شاعر جبال العمور جبل الفازدي الشهير. طبعا هذا الجبل حتى هذه اللحظة المعارك ما زالت عليه حيث يقوم لواء القدس وحزب الله وجيش النظام من الفرقة 11 وفرقة 18 وأيضا من الحرس الجمهوري وقوات خاصة روسية بتمشيط هذه المنطقة الوعرة جدا وهي منطقة حساسة جدا لأن هنا طريق يصل تدمر ويصل السخنة وأيضا باتجاه الغرب جاء منطقة البلعاس السلامية إلى أسريا وهذه المناطق وهنا أبار نفط معروفة ومشهورة أبار 105 103 104 أبار نفط وأبار غاز
طبعا القصف مستمر من الطيران، ومنذ أسبوع تقريبا ذهبت عدة أرتال من ريف حلب الجنوبي والشرقي باتجاه منطقة أسريا، منطقة أبو علاج، منطقة بئر عجرم، إلى الرصافة، إلى صافية. هذه المناطق بين أسريا التابعة لريف حماة الشمالي الشرقي، وأيضا إلى منطقة طبقة. هذه المنطقة تشهد اشتباكات دائما. هذا الطريق مهم جدا، لأن النظام يستخدمه من أجل إمدادات النفط التي يستخرج هذا النفط من آبار الرصافة أو جنوب الطبقة. طبعا التكتيك الجديد، في نسميه التكتيك الجديد اللي عم نتبعه لتنظيم الدولة، هو التخفي، العيش في كهوف، في بيوت الشعر، مثل ما نسميها بيوت الشعر أو الخيم اللي بيستخدموها الرعاة الغنم. هاي المناطق ليست يعني فينا نقول متجمعة مع بعضها، لا، هي مناطق مواقع متفرقة مشان ما يصير استهداف من الطيران ورصدة من الاستطلاع. أغلب المناطق اللي فيها تنظيم الدولي هي بتكون هي مناطق فيها كهوف، كهوفها أيضا يعني قديمة جدا، يستخدمها من أجل حماية نفسه والانطلاق منها. بالنسبة للوقود، الوقود في عدة آبار ما زالت تحت سيطرة هذا التنظيم. يعني نحن رصدنا عدة آبار موجودة في بادية الرقة مع تنظيم الدولي، وأيضا في بادية تدمر في عدة آبار مع هذا التنظيم. طبعا تواجد التنظيم موجود في أغلب مواقع، في أغلب المناطق في البادية، أغلب مناطق البادية، يعني حتى في ريف السويداء موجود، في بادية الصفا، بادية تدمر. بادية تدمر طبعا هي عدة أقسام، عندك البادية الجنوبية، البادية الغربية، البادية الشمالية، البادية الشرقية. طبعا البادية الشرقية له انتشار كبير فيها، والوديان اتخذ من الوديان ملجأ له، وضمن الوديان في كمان كهوف يتحصن فيها. نحن عم نرصد يوميا في هجمات، تقريبا في هجمات عم بتصير على مواقع النظام والميليشيات الإيرانية والروسية، وعم بيصير قتلى في المناطق الشرقية. أعداد تنظيم الدولة يعني ما حدا فينه يعرف انه ايش قد العدد، لانه البادية كبيرة وفي يعني سرية بالمعلومات بالنسبة لهم، وهن ما بيفصوا على الامر هذا. ولكن الهجمات اللي عم بتصير على منطقة واسعة بدل انه اعدادهم جيدة جدا، يعني اعدادهم كبيرة شوي.